خلص ما عاد يقدر يتحمله، بدك تلاقي له حل. رخية هدي رخية، بنلاقي له. لك شو رخية؟ ذهب واخذت، قروش واخذت، معقول هلا ما لقيت له حل؟ شو هي ذهب واخذت وقروش واخذت؟ عم تمننيني يعني؟ لا يا تقبرني، شو عم مننك؟ لك انا عيوني لك، روحي لك، بس مالي طايقته، ما عم تيجي يلمسني، لك ريحته عم تقتلني، اهلي ما عم يردوا علي، انا بدي اخلص منه، بدي اكون معك انت. ولا انت شو؟ شو انا شو؟ بدي اياكي بحبك انا. كأمانة عزيزي، لما عم تروح على البيت تحط راسك على المخدة تيجي تنام، ما عم تقول وينك يا هدية؟ لك ما عم تغار علي؟ انا بحضن رجال تاني. ايه بلا، ايه والله عم تصير معي هيك، بس بدك تروقي. اقتله. شو؟ يقتله. نحن على حالتين لنخلص منه. هاي صلي على النبي، صلي على النبي. سحبتي منه شي اليوم؟ لا ما قدرت. طب بكره اسحبي لك منه قرشين، خلينا نبلش نشتغل ونعتمد على حالنا. بدك شي؟ ايه بدي. بكره.